طب ويمكن قبل ما ننتقل على عناوين الصحف المصريه الصادره صباح اليوم، هناك عناوين بطريقه وشكل مختلف اكتسبت اهميه زي عناوين الصحافه بالظبط، وهي ما ياتي على مواقع التواصل الاجتماعي او السوشيال ميديا. هنبدا معاكم وحافظ ابو سعده عضو المجلس القومي لحقوق الانسان وتغريده له على تويتر: انفجار جامعه القاهره عمل اجرامي ارهابي ويهدف الى ارهاب الطلاب ووقف العمليه التعليميه بجامعه القاهره، ندين هذه العملية ونطالب بالقبض على الجناه. كمان مروان يونس الكاتب والمحلل السياسي بيقول: من المؤسف أن يستمر الإخوان وأعوانهم في التفجير، والأكثر أسفا هو اعتقاد البعض أن التفجير والإرهاب حق مشروع. الدكتور محمود العليلي عضو الهيئة العليا لحزب المصريين الأحرار: بعد الثورات يأتي دور تكوين المؤسسات الدستورية الرسمية، أما الإصرار على فعاليات الحركات والتنظيمات فهذا عكس حركة الزمن. دكتور علي جمعة مفتي الجمهورية السابق قال أن داعش هؤلاء أبعد الناس عن سنة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن لم يكن في الأرض خليفة فاعتزل تلك الفرق، ده كما قال صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاة والسلام. معاكم بقى ومع فنجان القهوة كده جميل، هنقرأ بالتحليل وقراءة ما بين السطور مع الأستاذ عبد المحسن سلامة مدير تحرير جريدة الأهرام. لا ده هما القهوة في البيت، لكن احنا هنا القهوة نشربها بعد الله. فكرتوني بالقهوة بعد الصحافة يا أستاذ محسن. صباح الخير. صباح الخير. صباح الخير. طب احنا بدايتنا من المصري اليوم، النهارده عنوان: أجناد مصر بتتبنى تفجير جامعة القاهرة، اخترقنا صفوف الشرطة، إصابة 10 بينهم مساعد مدير أمن الجيزة في الحادث، ومصدر بالداخلية: العملية بتحمل بصمات التنظيم، ونيابة الجيزة: الجناة زرعوا القنبلة بجوار غرفة تحكم الغاز الطبيعي. حضرتك شايف إيه من هذه التصريحات؟ يعني الإحساس بالانتصار، يعني فكرة إحنا نتبنى هذا، استطعنا اختراق صفوف الشرطة وغيرها. بصي حضرتك، هو مفيش حاجة اسمها انتصار، هم لن ينتصروا إن شاء الله. صحيح. اللهجة نفسها دي. بس انا بتكلم على الاحداث والتاريخ، وهم اغبياء وعالم بلا عقل وعالم تستحق الاباده بامانه، يعني وانا بقولها بقلب يعني وانا مملوء بكل قوه، بقول هؤلاء البشر لا يستحقون الحياه، لان فعلا حركه التاريخ ما فيش حاجه اسمها ارهاب بينتصر في الدنيا كلها، ده تخريب وتعطيل وتمزيق للوضع ويعني واشياء سيئه جدا جدا جدا، وفي الاخر ان شاء الله باذن الله سوف يتم استئصال. استاذ محسن، تربط اللي حصل امبارح بالحكم الذي صدر في قضيه ما يعرف بخلايا مدينه نصر او خليه مدينه نصر؟ ما هم كلهم يعني تعرف عم حضرتك عامل زي الشبكات العنقوديه كده، كلهم موصلين ببعض، ده موصل بده وده موصل بده، وكلها عاليات تعبانه وعاليات بايظه يعني. طب ده ما كانش متوقع؟ يعني اذا عندما يصدر فعل ده في رد فعل. هو ده الكلام بقى، ازاي برضو بالامانه نحن نقدر ما تقوم به الشرطه، وعارفين ان هناك تحسن في الوضع الامني، وعارفين الناس دي بتضحي، لكن للامانه انا الاوان برضو لان الشرطه تطور ادائها اكثر من ذلك. يعني يمكن تعالوا نشوف اكمنه الشرطه قاعده ازاي في الشوارع بامانه، وانا بقول بطالب السيد وزير الداخليه ان يقوم بجولات، وهو على الحقيقه بيقوم بس يكثف هذه الجولات ويشوف الاكمنه بتبقى قاعده ازاي. مجموعه من الاخوه الضباط والعساكر وضباط الصف والامناء بيبقوا قاعدين في مجموعات غايه في الاسترخاء، غايه في عدم الانتباه وعدم التركيز، يعني اتصور ان ده مش دور. طب ما ده محتاج المده، بالتالي المده الزمنيه اللي بتاعت الخدمه محتاجه ان هي تقل. بشوف حضرتك ده كلام حضرتك مهم جدا. هذه الامور كلها محتاجه اعاده نظر بالظبط كده، طويله واقف على اعصابه. لا لا ما ينفعش. لازم الجهاز ده يتم تدعيمه بشكل محترم، تدعيمه بافراد باضافات يعني او بوسائل تكنولوجيه زي الكاميرات زي الحاجات، لكن في الاخر اذا كان عندي كمين او عندي مجموعه او عندي خدمه بيسموها خدمه، الخدمه اللي واقفه ديت عليها انها تقف لا تزيد مده لا تزيد عن 4 ساعات كتيره، وده عدد كافي ان الواحد يبقى واقف على رجليه منتبه وشايل سلاحه واخد باله ومركز قوي، مش يقعد قاعد مسترخي لو واحد دخل بشومه عليهم مش بسلاح. الغريبه اصلا لا ما ينفعش هذا الكلام، نفس المكان حدث فيه من فتره قليله ان المكان تفجير في نفس المكان حدث فيه تفجير سابق، فعلينا لان هو برضو ايه بيبقى لها فيها وجهتين نظر، لكن برضو على الاجهزه الامنيه والشرطيه انها كل ده يبقى المفروض في اعتبارها. ما هو في احيانا يقول لك ايه، يقول لك ما انا
بما ان اتعمل في المنطقه دي مش هيتعمل فيها تاني. لا ما عادش الكلام ده اتعمل فيها تاني. في مخطط خاصه ان كان في دعوه سامح حسين في دعوه كان في دعوه للتظاهرات جامعه عين شمس وحلوان والقاهره، يعني كان في اشغال الامن في اتجاه علشان تنفيذ التخطط. وبعدين هم بيستغلوا طبعا زي ما حضرتك قلتي بيستغلوا فكره المظاهرات وداخلين المساله ببعضها، والطلبه طبعا المظاهرات واحداث العنف اللي بتتعمل المرفوضه تماما، لان ده لا يمكن يكون مقبول ابدا في الجامعات، ان الجامعات تبقى مكان للملطوف ومكان للحرق ومكان لا لا، هذا كلام غير مقبول. احنا لسه برضه مستمرين مع الملف الامني وجريده اخرى جريده الاهرام وعنوان رئيسي محلب اداء الحكومه ليس الامثل ونبذل اقصى جهد، اي وزير غير قادر على القيام بمهامه يغادر منصبه، وزير الداخليه الحاله الامنيه تتحسن، الاخوان يحاولون استدراج الشرطه لدخول الجامعه. يمكن العنوان الثاني والعنوان الاول كلاهما بيسير في اتجاه بعيد عن الاخر، اداء الحكومه. يعني كان في تصريحات لرئيس الوزراء ما فيش اي تغيير وزاري وما فيش حد من الوزراء هيمشي وكله قاعد دلوقتي، وان الحكومه محتاجه وقت عشان الاستقرار. لكن النهارده لماذا هذا التصريح وبيصب في أي اتجاه وبيرسل رساله لمين يا استاذ عبد المحسن؟ هو بص حضرتك، اولا هو انا بحيي ابراهيم محلب على شجاعه الاعتراف، وده يعني ده شيء تطور ايجابي ان احنا يبقى عندنا مسؤول ويقول له انا ما ادائي فيه ايجابيات وفيه سلبيات، وده شيء مهم جدا. كويس. الحكومه طبعا فيها ادائها مش على في وزارات ادائها مش ليست على المستوى، يعني مثلا بصراحه الاداء في الصحه اداء متردي جدا، لما اجي النهارده تلاقي واحده بتولد في الشارع من يومين ومش عارف، والمستشفيات حالتها صعبه جدا والاداء سيء جدا ومترهل وغير منضبط ومش قادرين لحد دلوقتي نضبط الاداء في مجال الصحه، ده كارثه. لما اجي مثلا في التعليم وحتى الان المدارس واللي بيحصل فيها وحكايه ان تلميذ او اتنين من التلامذه واحد يقتل تحت عجلات عربية التغذية المدرسية واخر في داخل الفصل، لا برضو ده كلام غير مقبول. بالاضافة مش كده يعني، ممكن تبقى الحوادث دي حد يقول يعني دي حوادث فردية قد تحدث، انا معاك، بس في الاخر طب اتحدى لو ان هناك فصل في منضبط في التربية والتعليم، المدرسين كل تركيزهم في الدروس الخصوصية، مفيش انضباط تماما في العملية التعليمية، مش قادرين برضو ده اداء لازم هؤلاء الوزراء وغيرهم هو بس يتم حسابهم. استكمالا رؤيه حضرتك او راي حضرتك انه الحكومه فعلا بتقوم بدورها، لانه حتى وزير الداخليه في التصريح قبل كده قال احنا في حاجات فرديه زي ما حضرتك قلت، انا مش هيبقى واحد ماشي على موتوسيكل او عجله ومعاه كيس اسود او حاجه بيرميها، صعب جدا حتى في كل دول العالم ومش في مصر بس. طبعا لكن احنا بنتحسب للامور الخطيره، يعني حتى احنا بنلاحظ انه حتى في سيناء طبعا لانها هي كان منطقه طبعا الارهاب فيها متوغل بشكل كبير، حصلت اكتر من عمليه قبض على اكتر حد حباره وغيره وغيره من الامور اللي كانت من قبل كده بنقول صعب، لكن لما حصل تكثيف امني وحصل دور كبير جدا وعي شرطي كبير وامني قدرنا ان احنا نقضي على يعني الخلايا الارهابيه يعني صعبه جدا في الداخل المصري. هم فعلا بيعيشوا يعني الشرطه بتعيش ظروف قاسيه وبتعيش بقى لها فتره طويله بتعيش تحت ظروف صعبه جدا، يعني انا مش متخيل اللي واقف في الشارع دوت بيبقى نازل من بيته. انا كتير من زمايلنا ظباط شرطه بيقول لي انا بنازل بيتي مش عارف راجع ولا مش راجع، فطبعا دوت لازم نقدر هذا المجهود اللي بيقوم بيه. كان الله في عونهم. وزير الداخليه حتى قال لك يعني هو بيذكر ان الحاله الامنيه تتحسن واحنا ممكن ده في الشارع. طبعا مش عايزه كلام. انا اقول لحضرتك تجربه شخصيه، انا بحكم شغلي ممكن اجي بدري جدا بيبقى في اكمنه على غير العاده، قبل كده كنت ممكن امشي الطريق كله يعني من بيتي لحد هنا ما اشوفش كمين واحد، دلوقتي الاكمنه بقت منتشره بشكل كبير وكده. احنا بنتكلم على مجهودهم اللي في مقدرتهم ان هم يعملوه، لكن الاحداث الفرديه مش هنلقي العيب شويه على زي ما انا قلت لحضراتكم. طبعا ما حدش يقدر ينكر حجم التطور الايجابي اللي حصل في الامن، كلنا عارفين هذا الكلام. شوف يا حضرتك وقت كنا في وقت من الاوقات عمليات تثبيت السيارات في الشوارع وعمليات الانفلات الامني والعمليات الاجراميه والعمليات الجنائيه، على فكره مش لازم عمليات حتى العشوائيات اللي كانت موجوده في وسط البلد بيتعاملوا معاها. الامن مش امن جنائي، مش امن سياسي بس، لا ده كان في امن جنائي كبير جدا، كان في خلل خطير.
الان الامور تحسنت بنسبه كبيره جدا لحد ما شوف حضرتك عدد الشهداء اصلا هم في من المدنيين من الشرطه قد ايه، يعني حتى لما بنشوف حفل لتكريم شهداء الشرطه انا بجد العدد يعني غير طبيعي. بس يعني حضرتك ما نهدف اليه، واذا كنا بنقول وبنبدي ملاحظاتنا على اداء الداخليه او اداء اي جهاز من الاجهزه فنحن في الاساس ندافع عنهم ونقول ان احنا كل ما ارتفع الاداء الامني كل ما كان ده في صالح جهاز الشرطة نفسه لتقليل أعداد الضحايا لتقليل الخسائر وإحنا في صالح الوطن. وإحنا مع الشرطة والجيش إن شاء الله بالزبط. للقضاء على موجة الإرهاب زي ما قضينا على موجات الإرهاب صدر. هنطلع لبرنامج آخر ويمكن في اهتمام بالملف الأمني. جريدة الأخبار مظبوط. جريدة الأخبار بعد خسائرها في المواجهات الأمنية وتصفية الكثير من كوادرها، التنظيمات الإرهابية بسيناء بتبحث تجميع نفسها في تكتل واحد وضبط سيارة محملة ب 350 أسطوانة كربون بدون أوراق يشتبه في استخدامه تصنيع المتفجرات. مصادر امنيه بتقول اخلاء منازل الاهالي في الشيخ زويد ورفح غير وارد الان. ده استكمالا للي كنا بنتكلمه القضيه سينا. طبعا احنا الموضوع في سينا كان موضوع مختلف لكن موضوع قدرنا مختلف. ان احنا نوصل الى حد ما الى مش هقول توازن شويه لكن عمليات امنيه الاخيره حتى القبض على عدد كبير جدا من الخلايا الارهابيه في هذه المنطقه ومتزعمي هذه الحركات. طبعا ده يعني الجيش الحقيقه بيقوم بدور مهم جدا في سينا بقى له فتره طويله. المشكله ان سينا كانت طرقت على الاقل لمده 3 سنوات حتى ترعرع فيها الإرهاب بشكل كبير جدا، وكان قد يكون معرفش ده مقصود أو غير مقصود للأسف الشديد بعد الثورة وبعد الانفلات الأمني أصبحت سيناء لدرجة أن احنا كنا بنقول احنا كنا بنخشى أن تتحول سيناء إلى ترابورة مصر. الآن الجيش المصري للأمانة ومن فترة من حوالي سنة كده أو أكتر بيقوم بدور هايل وخطير جدا في سيناء، قايم بعمليات أمنية قوية جدا مع الشرطة ومع العناصر الخاصة هناك. هذه العمليات أتت بثمارها بشكل حقيقي، تم القبض على عدد كبير من رؤوس الجماعات الإرهابية ومن أعضاء التنظيمات الإرهابية. صحيح لم يتم القضاء بشكل نهائي لكن أنا بتصور أن عمليات سينا نجحت بنسبة لا تقل بحال من الأحوال عن 70-80% من 70-80% الرئيس وده إنجاز في حد ذاته. ست الرئيس قال أنا عايز سينا متوضية وهيستلها إن شاء الله. هنستلم سينا خلال عدة شهور قليلة بإذن الله. لكن إحنا بنطلب إحنا يعني حضرتك قلت إنها تركت مهملة لسنوات، طب إزاي بقى إن إحنا ما نقررش نفس التجربة المؤسفة؟ يعني التنمية نهتم شوية بالفكرة يعني. بس سينا لن يحدث لها إصلاح حقيقي زي ما حضرتك أشرتي إلى أن تكون هناك تنمية متكاملة ليها. سينا لابد من زرعها بالبشر. أولاً سينا لابد من زرعها بالصناعات، سينا لابد من زرعها بالزراعات. المشروع الوطني والقومي لتنمية سينا لابد أن يعاد إلى الوجود بشكل حقيقي. احنا قاعدين عمالين نصرخ هنا كل دقيقة تعديات على الأرض الزراعية ومش عارف تعديات إيه وبشر صحيح. إيه وزحمة إيه وسايبين تلت مساحة مصر فاضية يعني لعناصر إجرامية وإرهابية. لا هذا كلام غير مقبول إطلاقا. لازم التنمية في سيناء تتم بشكل متكامل، يتم زرعها بكل هذه العناصر اللي أشرت إليها واللي بتحتاج لتفاصيل كتيرة جدا طبعا مش هنقدر نتكلم فيها دلوقتي. جزء أساسي منها هذا الموضوع بالإضافة إلى الجزء الأمني وما تقوم به القوات المسلحة والشرطة داخل سيناء لابد أن يتم وباستمرار، ما تبقاش عملية موقوتة. بس حتى لو عايزين نقول حاجة أستاذ محسن قبل ما نطلع بس الملف وآخر عنوان معانا، إن العمليات الأمنية يتوازى معها عمليات تصحيح الفكر وتصحيح المفاهيم الخاطئة لدى بعض من الشباب تم استدراجهم بشكل خاطئ إن هم يشتركوا في مثل هذه العمليات واللي مثل هذه الأفكار الجهادية التكفيرية. فده هتعمله إزاي؟ ولازم من خلال التعليم ومن خلال الأزهر. الأزهر ده الفصل الدراسي وده دور الأزهر. التعليم بشكل أساسي. معرفش بقى نعمل حملة أزهرية للموجودين في سيناء للمناطق المحيطة. خطة متكاملة. في مراجعات فكرية كمان يا أستاذ عبد المحسن يعني عملت في التسعينات احنا ليه ما نعملهاش؟ ده تجربة ناجحة جدا 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 بدعو لتطبيقها مرة أخرى إن شاء الله. جريدة الشروق هنطلع على عنوان أخير وملف برضه هام لا يقل أهمية على الملفات احنا اتكلمنا فيها وهو ملف الانتخابات النيابية المرتقبة واستعداد الأحزاب لهذه الانتخابات. الوفد المصري في جريدة الشروق زي ما قلت عنوان أساسي، الوفد المصري يحسم تردده ويشكل قائمة موازية للمستقلين. النور يراجع قائمة مرشحيه في الانتخابات خلال اجتماع الأمانات. الجنزوري أؤيد دعوة الرئيس وأطالب الأحزاب بالنزول للشارع.
وجريدة اليوم السابع ده عنوان آخر. بس خلينا نتكلم الأول على الوفد المصري والأحزاب المدنية. مش عارفين يجمعوا الأحزاب المدنية هو بس حضرتك ده برضو ده في إطار مسلسل بقاله فترة طويلة مستمرة لفكرة فشل الأحزاب وعدم قدرتها على أنها تلم شملها وعدم قدرتها على أنها تاخد خطوة موحدة. يعني شوف الوطن في حالة خطيرة جدا ونحن في مرحلة دقيقة ونتكلم عن إرهاب ونتكلم عن عنف ونتكلم عن مشاكل كبيرة جدا بتواجه هذا الوطن، والأحزاب لا ترى كل حزب لا يرى إلا نفسه ولا يرى إلا شخصه ولا يرى إلا شخص رئيسه. ويكفي أن أنا أقول لحضرتك وقلت الكلام ده قبل كده 100 مرة هقوله تاني، عندنا 89 حزب ما نعرفش مين رؤسائهم إلا 3 4 5 بكتير. أنا ما أعرفش يعني إيه 89 حزب وإيه التهريج ده وإيه عملية إفساد الحياة السياسية اللي بتتم في مصر ديت، وليه الإصرار على هذا العبث، وليه ما يبقاش فعلا في أن هذه الأحزاب ترتقي بنفسها وتقعد قاعدة بشكل محترم ويتعمل. أنا دعوت وبدعو لعقد لقاء يسمى بقى مؤتمر للحوار الحزبي، مؤتمر للحوار الوطني، بحيث أن تخرج هذه الأحزاب برؤية موحدة وتكتل، ويبقى عندنا تكتلين حزبيين كفاية جدا، واحد للأحزاب اليسارية واحد للأحزاب الليبرالية، ويبقى هذه الأحزاب تشكل قائمتين بشكل محترم وقوي تنزل بهم للشارع وتحشد كل قيادتها وتحشد كل أفرادها وراء هذه القوائم، وفي الحالة دي يبقى الأحزاب نجحت. أما دون ذلك طب الوقت يسعفنا لده أستاذ محمد؟ يسعفناش ليه؟ وحتى لو تأجلت الانتخابات شهر ولا شهرين إيه القصة؟ دستور يعني؟ يعني أوكي ما فيش، لا ما فيش أزمة، ده مسألة إجراءات، ما فيش أزمة خالص، بس يبقى في جدية. يعني القصة حضرتك ما تبقاش قصة إن أنا قاعد أضيع في وقت، لا يبقى في جدية، وإن إحنا نعمل إجراء ويتعمل الدعوة لهذا المؤتمر ونخرج بيه بشكل محدد. ما اعتقدش ان حد ساعتها هيزعل، عايزين نلم يا الموضوع محتاج ان احنا يتلم، مش محتاج ان يبقى في كل حزب وكل طيار ماشي في اتجاهه مع نفسه. الاستاذ عبد المحسن سلامه مدير تحرير جريده الاهرام، شرفتنا يا استاذ. شكرا يا فندم. شكرا. شكرا. بنشكركم مشاهدينا الكرام، دي كانت حلقتنا النهارده من هذا الصباح، اتكلمنا في العديد من الموضوعات، نتمنى انها تكون نالت اعجابكم واستفدتوا منها النهارده. انا سحر صبري ومحمد عبد الله كنا معاكم النهارده، وبكره فريق اعمال جديد. الى اللقاء.